سجل الهدف. لاحظ من ركلة البداية بدأ الفريق في عملية تحضير في وسط الملعب، ومن ثم رجع في الكرة إلى الخط الخلفي. هناك في خيارات لعملية التمرير، هناك في أكثر من حل متواجد، التحرك المستمر للعناصر، وهذه نقطة مهمة جدا، التحرك المستمر خلق المساحات لعملية التمرير وخلق الخيارات لأكثر من لاعب في عملية التمرير وعملية الاستحواذ. لا يوجد استعجال في تنفيذ الهجمة، لا يوجد هناك في تصرف فردي، دائما العمل جماعي، الابتعاد عن مناطق الزحمة لأن هناك في تكتل، ومن ثم سحب الفريق إلى منطقة عميقة جدا في الملعب شارك فيها حارس المرمى في عملية التحضير. هناك في دقة في التمرير، التحرك، وهذه ميزة فريق السيتي بأنه هو بعد التمرير هناك التحرك لخلق مساحة وموقف لاستلام الكرة، لذلك لم يجد صعوبة في عملية التحضير. تقريبا لما نتكلم عن فريق بداية المباراة وصل إلى دقيقتين لم يستطيع فريق المنافس افتكاك الكرة، فهذا يدل أن هناك في عملية وجودة من اللاعبين في تمرير الكرة والحفاظ عليها، وبالتالي إعطاء مساحة للاعب الآخر المستلم الكرة. وبالنهاية دائما نتكلم أن أفضل نهايات هي عملية التسجيل، وأعتقد أن هذا الهدف